المدير العام لمركز الجمال للاستشارات الاقتصادية نسأله عن تداولات اليوم. أهلا وسهلا بك سيد ناصر. هل ترى بأنه السوق هادئة بسبب صفقة زين؟ يعني سمعنا تصريحات الآن لرئيس مجلس إدارة شركة اتصالات الإماراتية يقول بأنه الصفقة لم تحسم بعد لأنه يجب البدء بفحص النافي للجهالة. بالتالي هل السوق في حالة ترقب لذلك برأيك؟ طبعا صفقة أكثر من 11 مليار دولار يعني تحتاج لبعض الوقت، يعني سواء من ناحية الفحص النافي للجهالة الذي يفترض أن يأخذ يعني أسابيع إن لم نقل أشهر، بالإضافة إلى يعني تمويل الصفقة. يعني هناك ملاءة مالية لشركة اتصالات لكن الكاش غير متوفر بالحجم هذا، فتحتاج بكل تأكيد، وهذا ما أعلن عنه، أن جهود ربما تكون من جانب بنك الكويت الوطني كما أعلن لحشد تمويل عالمي لهذه الصفقة العملاقة. ماذا عن الأمور الأخرى المحركة للسوق سيد ناصر؟ طبعا يعني هناك يعني هدوء مثل ما تفضلتوا، يعني ترمومتر الصفقة هو سهم الاستثمارات الوطنية، فإذا هو مستقر فالأمور مستقرة وهادئة. طبعا هناك ارتياح نفسي من جانب شريحة كبيرة خاصة من جانب صغار المتداولين لصدور أحكام بالسجن على 2 من المجرمين بما يتعلق بالشركات الكويتية، وهم حامد خاجة وجمال كندري، وهناك ملاحقات وربما هناك خبر للقبض على مشبوه ثالث، وأيضا يعني يقال أن اتهمت إصدار شيكات بدون رصيد والتلاعب بأموال المستثمرين. طبعا السيد وليد الشرهان يعني يتردد بقوة أنه خارج البلاد ويعني ملاحق قضائيا من جانب أطراف معينة في الكويت، ويعني يريد هيدا على ذمتك سيد ناصر، لأنه صراحة أنا ما عندي أخبار فيهم هيدي الأمور. نعم. كيف عم تنعكس على البورصة؟ يعني شو إلها علاقة بالسوق؟ طبعا هذا إجراءات طال انتظارها لأمد طويل، فتشيع الارتياح أن هناك فعلا متابعة جدية لبعض المتجاوزين في سوق المال الكويتي سواء الأسهم المدرجة أو غير المدرجة. وطبعا العدد هو كبير الذي يجب أن يودع في السجن، لكن يعني البدايات جيدة حتى الآن. ماذا عن البنوك سيد ناصر بعد أعلان نتائج الوطني وبوبيان؟ ماذا يقال عن نتائج البنوك؟ هل هناك تفاؤل بهذه النتائج؟ نعم هناك تفاؤل كبير بنتائج البنوك، حيث أن نتائجها احنا أصدرنا توقعات سترتفع 26% في الربع الثالث 2010 وما يقارب 40% لثلاثة أرباع العام 2010 بمقارنة مع 3/4 العام 2009، حيث أن يعني هناك يعني عدم بناء مخصصات كما كان في السابق، هذا بالدرجة الأولى، وأيضا تحسن النسبي للعمليات تشغيليا ترقبا لخطة التنمية والاستفادة منها، بالإضافة إلى يعني عمليات كبيرة مثل اللي قام فيها البنك الكويتي الوطني بترتيب صفقة السيطرة على زين وما يتبعها من عمولات وأتعاب. شكرا لهذه المشاركة ناصر النفيسي المدير العام لمركز الجمال للاستشارات الاقتصادية.